ومعانا سؤال من أخت سائلة كريمة بتقول: أنا متجوزة بقالي 8 شهور، ربنا ما أذنش إن أحمل لحد دلوقتي، كل شهر ببقى متعشمة بالحمل، وزوجي نفسه كمان في طفل صغير، كل شهر بنتعشم في ربنا وبنصلي وبندعي، بس ربنا مش بيستجيب مننا، ده عقاب من ربنا ليا على ذنب أنا عملته في حياتي، ولا أعمل إيه عشان ربنا يسمعني ويستجيب مني؟ ربنا هو السميع. يا صاحبة السؤال، وحبدأ برضو بضرورة إحسان الظن بالله تعالى، يعني مش الإنسان على طول ييأس وربنا زي غاضب مني وربنا، لا، نحسن الظن بالله الرحمن الرحيم وعدم اليأس من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. في مجموعة من النقاط المهمة، انت السؤال انتوا نفسكوا في طفل، طب هل احنا اخذنا بالأسباب؟ يعني قمنا بزيارة طبيب متخصص مثلا لاستطلاع رأيه، وان احنا ننتفع بتوجيهه، ربما نحتاج علاج، ربما محتاجين يعني مشورة طبية في هذا الامر، والانسان عليه ياخد بالاسباب. النقطة التانية برضو ان الانسان يستمر في الدعاء، ويعرف ان الدعاء ده مخ العبادة، او هو العبادة كما اخبرنا سيدنا صلى الله عليه وسلم. فما اقولش بقى ده انا عملت ذنب وربنا لا يسمع دعائي، ولا الله هو السميع يسمع جميع الدعاء. الانسان بس بيبقى حاطط رغبه او امل في شيء، اتحققت يبقى فاهم ان ربنا راضي عنه، ما اتحققتش يبقى فاهم ان ربنا مش راضي عنه. لا، اذا اعطاني لحكمه واذا منع بحكمه ولحكمه. الله تعالى يحب الملحين في الدعاء، فاكثري من الدعاء ولحي فيه، وخلي عندك حسن ظن في الله سبحانه وتعالى. فلسفة الدعاء عندنا ان احنا ندعو في جميع الاوقات والاحوال، والله تعالى يعطي وقت ما يحب لا وقت ما نحب، وفي المنع عطاء لو تدبرنا هذا الامر. وعليك بدعاء سيدنا زكريا عليه السلام وهو مجرب في تحقيق امر الذرية، ويبقى عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى مع تمام التسليم: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وأسأل الله تعالى باسمه العظيم الأعظم أن يطعمك من البنين والبنات صالحين وصالحات من أهل القرآن الكريم، حفظا وفهما وعملا وإخلاصا وإقراء. اللهم أمين يا رب العالمين.